الله صباحكم بخير. معكم أنا المعلم جهاد النخام، مدرسة السيدة نفيسة. نلتقي اليوم لتناول درسا جديدا من مادة الدراسات الاجتماعية. هذه المادة هي من المواد الممتعة التي نتناول فيها العديد من القضايا التي تهم المجتمع والتي تجعلنا من الأفراد المساهمين والنافعين في بناء وتقدم المجتمع. وسوف يسعدني أن نلتقي في هذا الدرس مع مجموعة من تلاميذ الصف الرابع من مدرسة السيدة أنيسة. صباح الخير يا تلاميذ. صباح النور. كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله. أتمنى دائما أن تكونوا بصحة جيدة. في البداية سأعرض عليكم مقطع فيديو، أتمنى أن تنتبهوا وتركزوا جيدا أثناء عرض الفيديو، لأنني سوف أطرح عليكم مجموعة من الأسئلة بعد الانتهاء من مشاهدته. فلنشاهد معا هذا المقطع الفيديو. تفضل. نعم. يا ترى ماذا شاهدنا في هذا الفيديو؟ فرق الايادي لو سمحتوا. تفضل يا دعاء. ناس. شاهدنا في هذا الفيديو ناس. اين يوجد الناس؟ اين يوجد هؤلاء الناس؟ تفضل يا غزال. في السوق. في السوق، احسنت. طيب يا ترى ماذا يفعل الناس في السوق؟ تفضل يا عاصم. يشترون البضائع. يشترون البضائع، احسنت. طيب مما يشترون هذه البضائع؟ من أين يشترون هذه البضائع؟ تفضل يا ناصر. من الأسواق. من الأسواق. ماذا يفعل الناس ليحصلوا على هذه البضائع؟ ماذا يفعل الناس؟ ماذا سيفعل؟ نعم يا عاصم. سيتاجرون. حتى يحصل الناس على البضائع، ماذا سيدفعون؟ ماذا سيدفعون؟ تفضل يا غدر. المال. يدفعون المال، يقومون بشرائها من المحلات ليحصلوا على المال. إذا لدينا أناس كما شاهدنا في هذا الفيديو، أناس يقومون ببيع البضائع وأناس آخرون يقومون بشرائها. ماذا نسمي عملية البيع والشراء هذه؟ ماذا نسمي عملية البيع والشراء هذه؟ تفضل يا ناسا. التجارة. التجارة، أحسنت. نسمي عملية البيع والشراء التجارة. إذا من يستنتج لنا عنوان درسنا بهذا اليوم؟ عن ماذا سوف يتحدث درسنا إذا بعد أن شاهدنا هذا المقطع الفيديو؟ تفضلي يا دعاء. التجارة في الجمهورية العربية السورية. برافو، أحسنتي. درسنا لهذا اليوم سيكون عن التجارة في الجمهورية العربية السورية تحت عنوان قصة تاجر. التجارة يا رفاقي هي من أهم مصادر الدخل التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين، كما أنها تعد دعامة من دعائم الاقتصاد السوري. وبما أنه نتناول في درسنا اليوم التجارة في سوريا، يسعدني أن نستضيف أحد تجار المنطقة. أخبرني التاجر بأن لديه مشكلة يود اللقاء بكم ويود أن يطرحها عليكم ويأمل أن تساعدونه في حل هذه المشكلة. فنرحب بعمنا التاجر. تفضل يا صديقي. مرحبا يا صغار. أهلا يا عم. أود أن أعرفكم بنفسي، أنا أبو حسام وأعمل في التجارة. أخبر المعلم بأن لديكم درس عن التجارة ولدي مشكلة سأطرحها عليكم وأود أن تساعدوني في حلها.
تفضل يا عم، ما هذه المشكلة؟ لدي منشأة جديدة لصناعة الزيت، وأريد منكم أن تساعدوني في اختيار محصول زراعي مناسب ومناطق لأبيعه فيه لأحصل على المال الوفير. سمعتم ما قاله عمنا التاجر؟ نعم. هل يمكننا أن نساعده؟ بالتأكيد. إن تلاميذ الرائعين سوف نتناقش ونبحث في الموضوع وسوف نساعدك بالتأكيد إن شاء الله. وأنا متأكد من أنكم تستطيعون ذلك. ما لديه سؤال يود أن يطرحه على عمنا التاجر؟ من لديه سؤال؟ تفضل يا ناسا. يا عم، هناك الكثير من أنواع الزيت، هناك زيت الذرة وزيت القطن وزيت الزيتون، أي نوع بالتحديد صناعته يا عم؟ سؤال رائع. أفكر حاليا في صناعة زيت الزيتون، فهو صحي ومفيد للإنسان ومتعدد الاستعمالات، ويوجد حاليا من طلب عليه الكثير من في الأسواق. من لديه سؤال آخر؟ هل هناك أحد يود أن يطرح سؤال آخر على عمنا التاجر؟ لا. إذن انتهت أسئلتنا. أعدك أنا وتلاميذي سوف نتناقش في الموضوع ونبحث في إيجاد حل لمشكلتك. الآن سأترككم تتناقشون وسأذهب إلى العمل. أحسنتم يا رفاقي. بعد أن غادرنا عمنا التاجر، أود أن أطرح عليكم مجموعة من الأسئلة لنتناقش ونبحث عن إيجاد حل يساعد عمنا التاجر في تجارته. الآن كيف يا ترى يمكن لنا أن يساعد عمنا التاجر؟ كيف يمكن لنا أن نساعد عمنا التاجر؟ من يقول لي؟ لماذا نفكر يا لماذا يجب أن نفكر؟ نبحث عن ماذا؟ ماذا يريد هو عمنا التاجر؟ تفضل يا مساء. نبحث عن منطقة نزرع فيها زيت الزيتون. هو كان يبحث في البداية عن محصول ليستخرج منه زيت الزيتون، هو يتاجر في زيت الزيتون، أليس كذلك؟ مثل ما قال، لا، يبحث عن محصول زراعي يستخرج منه زيت الزيتون. ما هو هذا المحصول الزراعي الذي يستخرج منه زيت الزيتون؟ تفضلي يا لانا. محصول الزيتون. محصول الزيتون، أحسنتي، بارك الله بك. نعم، الزيتون نستخرج منه زيت الزيتون. يا ترى كيف يمكن لعمنا التاجر أن يأتي أو يأتي بالزيتون؟ من أين سوف يأتي به؟ من أين سوف يأتي به؟ تفضل يا غزل. الزيتون. من أين سوف يحصل على الزيتون؟ إجابة صحيحة، ولكن أريد بالتحديد من أين يتم زراعة الزيتون؟ تفضل يا دعاء. من المناطق التي يوجد فيها زيتون. أحسنت، إجابة موفقة. من المناطق التي تزرع الزيتون. سوف أعرض عليكم مصور للجمهورية العربية السورية يوضح لنا مناطق انتشار زراعة الزيتون في بلادنا سوريا. انظروا إلى مفتاح المصور، إنه يظهر حبتان من الزيتون كدلالة ورمز على المنطقة التي تنتشر فيها زراعة الزيتون. انظروا، لدينا العديد من المحافظات التي يوجد فيها ثمرة الزيتون أو تنتشر فيها زراعة الزيتون. الآن سنقسم إلى أربعة مجموعات، وسأوزع عليكم أوراق عمل عبارة ورقة العمل عبارة عن خريطة صماء، نضع دائرة على المنطقة التي تنتشر فيها زراعة الزيتون. تفضل. المجموعة الأولى علي وملاك، المجموعة الثانية دعاء وماسة، المجموعة الثالثة لانا وعاصم، والمجموعة الرابعة هلال وغزل. لنؤشر بقلم الرصاص إلى منطقة واحدة لزراعة الزيتون، وأنا سوف أرى إجابته. هل انتهينا؟ نعم، انتهت المجموعة الرابعة، المجموعة الثالثة، انتهينا؟ جميعا انتهينا، أحسنتم يا رفاق، أحسنتم على سرعة التنمية. لننظر إلى المجموعة الأولى، ما هي المنطقة التي يوجد فيها زراعة الزيتون؟ حمات. حمام. والمجموعة الثانية أنتم؟ حلب. حلب، أحسنتم، إجابة موفقة. المجموعة الثالثة يا عاصم؟ درعا. درعا، أحسنت، أي تنتشر زراعة الزيتون أيضا في درعا.
وأنت يا غزال لدينا العديد من المحافظات التي توجد فيها زراعة الزيتون. طرطوس. طرطوس، أحسن. إجاباتك جميعها إجابات صحيحة وموفقة. الآن يا ترى عندما يقوم التاجر بتصنيع الزيت في منشأته الصناعية، ماذا سيفعل به عندما بعد ما يقوم بأخذ الزيتون إلى مصنعه واستخراج زيت الزيتون منه، ماذا سيفعل به إذن؟ ماذا سيفعل به؟ تفضل يا علي. يقوم ببيعه. سيقوم ببيعه في الأسواق. من أجل ماذا يقوم ببيعه؟ من أجل ماذا؟ تفضل يا غزال. من أجل الحصول إلى على المال. أحسنت. من أجل الحصول على المال يقوم ببيعه. الآن لنفكر جيدا، أين يمكن للتاجر أن يبيع زيت الزيتون بعد أن يقوم بتصنيعه؟ أين يمكن أن يقوم ببيعه؟ تفضل يا ناصر. في مناطق لا يوجد فيها زيتون. أحسنت، في المناطق التي لا تزرع الزيتون. لماذا؟ 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 لماذا لا يقوم ببيعه مثلا في حلب أو في حماة؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم يا علي تفضل. لأن هذه المناطق يوجد فيها الكثير من الزيتون. نعم أحسنت، لأن هذه المناطق يوجد فيها الكثير من الزيتون، وبالتالي سوف لن يضمن إذا باع في هذه المناطق سوف لن يضمن أن هذه السلعة سوف تباع بكميات كبيرة. حتى يضمن التاجر أن هذه السلعة ستباع بكميات كبيرة وستلقى إقبالا من الناس، عليه أن يقوم ببيعها في المناطق التي لا يوجد فيها زيتون أو التي لا تزرع الزيتون. الآن من خلال هذا المصور الموجود أمامنا، يجب علينا كمجموعات أن نتناقش ونحدد منطقة واحدة لا يوجد فيها زيتون أو لا يتم زراعة الزيتون فيها. مجموعة رابعة انتهينا، مجموعة ثالثة، إذا الجميع متاح. أحسن، دعوني أرى. تفضلي يا دعاء. دير الزور. دير الزور. وأنتم يا لانا تفضلي. الحسكة. الحسكة. وأنت يا غزال. الرقة. الرقة. إذا ألاحظ أن إجاباتكم قد اختلفت، لكن نحن حتى نساعد عمل التاجر يجب أن نحدد محافظة واحدة مناسبة حتى يستفيد ويقوم ببيعها. ما رأيكم؟ وألاحظ أن آراءكم قد اختلفت وقد تعددت وجهات نظركم، فسوف نجري هذه المناظرة العلمية بين مجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. وتفضلي، وسيكون لدينا رئيس ومدير للجلسة اللي هي غزل، وسيكون علي. تفضل يا علي. سوف يكون علي هو الحكم في هذه الجلسة. تفضل يا علي. هذه إشارة الحكم. تفضل يا علي. اجلس على براحتك. تقف. الآن سوف نجري المناظرة العلمية بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، فليدافع كل منا عن رأيه. سوف أترك لكم المجال لتتناقشوا وتتفقوا على محافظة مناسبة ليقوم التاجر ببيع زيت الزيتون فيه. فلنتناقش. الآن سنبدأ المناظرة سأترككم مع رئيس الجلسة. ما هي المحافظة المناسبة لبيع الزيتون؟ سنبدأ من المجموعة الأولى، تفضلوا، أي محافظة اخترتم؟ المجموعة الأولى، تفضلوا. لقد اخترنا محافظة حمص. هل اتفقتم على محافظة حمص؟ حمص؟ نعم. وأنتم يا مجموعة ثانية؟ لقد اتفقنا على محافظة دير الزور. لماذا يا ترى؟ لماذا؟ لماذا يعني اخترتم المجموعة الأولى؟ المجموعة الأولى، لماذا اخترتم محافظة حمص؟ لأن لا يوجد فيها زيتون. لأن لا يوجد فيها الزيتون. تفضلي يا لانا، هل لديك رأي آخر؟ تفضلي في هذه المجموعة. ما المحافظة المناسبة؟ ريف دمشق. ريف دمشق. لماذا؟ لماذا؟ إنها قريبة من دمشق وتعد سوقا واسعا لبيع الزيت وبأقل التكاليف. نعم،
محافظة متأمنة وبالتالي تعصبها ناصحة. لنستمع إلى رأي الحكم في هذا الموضوع، تفضل. نريد أنا أريد بعد ماذا اخترتم دير الزور؟ إذا قام التاجر ببيع زيت الزيتون في دير الزور سيحصل على أرباح أكثر كونها منطقة بعيدة ولا منطقة بعيدة وبالتالي سوف لن يجد الكثير من المنافسة هنا كونها منطقة بعيدة. الآن رئيس الجلسة، ما رأيكم لنستمع إلى رأي الحكم في هذا الموضوع، تفضل. نريد أن نستفيد من خبرتك في هذا المجال. ما تفضل به زملاء التلاميذ صحيح، ولكن أقترح عليكم حلا وسطا، وهو أن يقوم التاجر ببيع زيت الزيتون في محافظة حمص، فهي تعد سوقا واسعا أيضا، وستكون التكاليف أقل لأنها ليست بعيدة عن الريف دمشق. ما رأيكم بالحل الذي اقترحه سيدنا الحكم؟ هل أنتم موافقون؟ الموافق يرفع يده. إذا الجميع موافقون على بيع زيت الزيتون في حمص. رفعت الجلسة. أحسنتم يا رفاقي، لقد كان حواركم رائعا وجميلا، وأتمنى أن نلتزم دائما بأسلوب الحوار ونتقبل كل منا رأي الآخرين ونحترمه، فبالحوار والتفاهم نستطيع أن نحل الكثير من المشكلات التي تواجهنا لكي نساهم في بناء مجتمع حضاري وراقي جدا. تفضل. الآن نعود إلى أماكننا لو سمحتوا. تفضل يا غزال. الآن بعد أن اتفقنا على محافظة واحدة مناسبة ليقوم التاجر ببيعها، ألا وهي محافظة حمص. الآن كيف يا ترى يمكن للتاجر أن يقوم بنقل بضاعته أو زيت الزيتون إلى محافظة حمص؟ تفضل يا لا. عبر وسائل النقل. عبر وسائل النقل، أحسن. ولدينا خيارات كثيرة ليقوم التاجر بنقل زيت الزيتون إلى حمص عبر هذه الوسائل. سوف أعرض لكم مجموعة من هذه الوسائل، والمطلوب منكم أن تحددوا، تتعرفوا على هذه الوسيلة وأن تحددوا نوع النقل الذي يتم عبرها. الآن لدينا مجموعة من هذه الوسائل النقل. ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ تفضل يا ملاك. شاحنة تحمل البضائع. أحسنت، شاحنة تحمل البضائع. هل هي وسيلة نقل برية أم بحرية؟ تفضل يا إله. برية. برية، أحسنت، إجابة موفقة. وماذا نشاهد في هذه الصورة؟ تفضل يا دعاء. سفينة. سفينة، أين تسير هذه السفينة يا ناسا؟ على البحر. إذا هي وسيلة برية أم بحرية؟ نعم يا علي. بحرية. وسيلة بحرية، أحسن. وماذا نشاهد في هذه الصورة أيضا؟ نعم يا غزال. طائرة. طائرة. هذه الطائرة أين تطير؟ أين تطير؟ أين تحلق؟ نعم يا علي. في الجو. في الجو. إذا هل هي ما نوع هذه الوسيلة؟ ما نوع هذه الوسيلة؟ تفضل يا دعاء. جوية. وسيلة جوية، أحسن. إذا لدينا العديد من أنواع النقل. ماذا من يستفيد بأنواع النقل تعرفنا عليها الآن؟ أنواع نعم. تفضل يا عاصم. النقل البري، النقل البحري، النقل الجوي. لدينا ثلاثة أنواع، أحسن، ثلاثة أنواع من النقل، وهذه الأنواع كما تظهر أمامكم على الشاشة: النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي. الآن سوف أعرض عليكم مصور للجمهورية العربية السورية، هذا هو أمامكم على الشاشة. يوضح هذا المصور كما هو واضح أمامنا من خلال مفتاح المصور أن هناك طرقا
برية للتنقل بين المحافظات، وهناك موانئ توجد على شواطئ البحار كميناء اللاذقية وميناء طرطوس، وأيضا هناك بعض المطارات التي تنتشر في عدد من المدن السورية كمطار دمشق ومطار دير الزور ومطار حلب. المطلوب منك مجموعات أن تحددوا الطريق الذي سيسلكه أو يجب أن يسلكه التاجر ليصل من دمشق إلى حمص. نحدد على أوراق العمل التي توجد أمامنا طريقة يصل بين مدينة دمشق ومدينة حمص. هل انتهينا؟ انتهينا. سوف أرى بعض الأعمال. أحسنت. إجابة موفقة. وأنت؟ الآن أريد تلميذ واحد يخرج على السطوة ليقوم بتحديد هذه الطريقة. تفضل يا غزال. القلم لديك. أريد طريقا واحد يصل بين دمشق وحمص. نعم. أحسنتِ أحسنتِ. هذا هو الطريق الواصل بين دمشق وحمص. الآن يا ترى ما هي، بدأ أن تعرفنا على وسائل النقل، ما هي وسائل النقل المناسبة؟ أريد وسيلة نقل مناسبة تمكن التاجر من نقل زيت الزيتون إلى حمص. عبر وسائل النقل التي سهلناها. تفضل يا ملاك. وسيلة برية. وسيلة برية. ما هذه الوسيلة البرية؟ ما هي الوسيلة البرية الأفضل؟ نعم تفضل يا لانا. الشاحنة. الشاحنة. لماذا يا ترى الشاحنة؟ لماذا اخترتم الشاحنة؟ نعم يا علي تفضل. لأنها تحمل الكثير من البضائع. لأنها تحمل كثير من الوسائل، كما أنها تعد أكثر الوسائل أو أقل تكلفة من باقي الوسائل. نعم. الآن يعني باقي بعد أن حددنا الوسيلة المناسبة ينقل بها عمنا التاجر بضاعته إلى حمص. الآن ما هو ماذا نسمي العملية التي قام بها عمنا التاجر؟ عملية البيع التي قام بها عمنا التاجر، ماذا نسميها؟ ماذا نسميها؟ تفضل يا عاصم. التجارة. التجارة. يا ترى ما نوع هذه التجارة؟ هل هي تمت هذه التجارة داخل سوريا، داخل سوريا أم خارج الجمهورية العربية السورية؟ تفضل يا دعاء. داخل الجمهورية العربية السورية. إذا ماذا نسمي هذه التجارة؟ ماذا نسمي هذه التجارة؟ تفضل يا ملا. التجارة الداخلية. التجارة الداخلية. الآن إذا قام التاجر ببيع زيت الزيتون في الأسواق السورية وزادت كميات كبيرة معه عن حجم الأسواق السورية، ماذا سيفعل التاجر يا ترى عندما تزيد كميات كبيرة من زيت الزيتون عن حجم الأسواق السورية؟ هل سيخزن هذه البضاعة أم يقوم ببيعها وتصريفها؟ نعم تفضل يا غزل. يبيعها خارج سوريا. نعم سيقوم ببيعها خارج الجمهورية العربية السورية. هنا ماذا نسمي نوع التجارة عندما يقوم التاجر ببيع البضاعة خارج الجمهورية العربية السورية؟ تفضل يا لانا. التجارة الخارجية. التجارة الخارجية. أحسنت. إذا أصبح لدينا نوعان من التجارة، من يقول ما هما هذان النوعان؟ تفضل يا إله. تجارة خارجية وتجارة داخلية. إذا أحسنت، لدينا نوعان من التجارة كما يظهر أمامكم في الشاشة. تجارة داخلية تتم، أين تتم التجارة الداخلية؟ تفضل يا ملاك. تتم داخل حدود سوريا. أحسنت. ولدينا النوع الآخر. النوع الآخر يا علي. التجارة الخارجية تتم خارج سوريا. أحسنت. لدينا نوعان من التجارة، تجارة داخلية تتم داخل حدود الجمهورية العربية السورية، وتجارة خارجية تتم خارج حدود الجمهورية العربية السورية. الآن سوف أطرح عليكم موقفا وأريد منكم أن تعبروا عن رأيكم على هذا الموقف، عن هذا الموقف. الموقف كما يظهر أمامكم على الشاشة، من يقوم بقراءة هذا الموقف؟ تفضل يا ملاك.
قام أحد التجار بشراء كميات كبيرة من الزيت الزيتون وخزنها في المستودعات لمدة طويلة، مما أدى إلى غياب السلعة عن الأسواق. استمعنا وشاهدنا هذه المشكلة. الآن سأوزع عليكم أوراق عمل جديدة، سننقسم إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى ستقوم بتحديد المشكلة الظاهرة أمامنا على الشاشة. تفضل يا عبد ويا مراد. المجموعة الثانية مهمتها تحديد الآثار الناجمة عن هذه المشكلة. أما المجموعة الرابعة سنشارك الأربع التلاميذ في إيجاد حلول لهذه المشكلة. لديكم الوقت الكافي للتفكير والإجابة فيها. سوف أرد إلى هذه الورقة أيضا. حلول، نبحث عن حلول. أروني ماذا فعلت. شاركي المجموعة الأولى أحسن. من يود المساءلة؟ من لديه سؤال؟ من يحتاج إلى مساعدة؟ سوف أقوم بالمساعدة. هل انتهينا؟ نعم. أحسن. المجموعة الثالثة، هل انتهينا؟ هل انتهينا؟ انتهينا. انتهينا. المجموعة الثانية. انتهينا، أليس كذلك؟ نعم. الآن المجموعة الأولى، تفضلوا، ماذا كانت مهمتكم؟ المشكلة تحديد المشكلة. نعم. تخزين زيت الزيتون في المستودعات. المشكلة هي تخزين زيت الزيتون في المستودعات. نعم. وهذا ماذا نسمي عملية التخزين هذه نسميها؟ نعم نعم. الاحتكار. الاحتكار. نعم. المجموعة الثانية، تفضلوا. ما كانت مهمتكم؟ الآثار المترتبة على المشكلة. أريد أن تقول لي ماذا توصلتم؟ غياب زيت الزيتون عن الأسواق. نعم. ارتفاع سعر زيت الزيتون، فقد بعض الصناعات التي تعتمد عليها زيت الزيتون. إذن من الآثار المترتبة على هذه المشكلة هي ارتفاع الأسعار زيت الزيتون وفي احتكاره من قبل تاجر واحد، وبالتالي سوف يتحكم هو في الأسعار، وأيضا ممكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان زيت الزيتون وجوده بكميات قليلة في السوق، وأيضا ممكن أن فقدان بعض، كما أشار زملائنا في المجموعة الثانية، فقدان بعض الصناعات التي تعتمد على زيت الزيتون ومنها الأدوية الطبية. نعم. المجموعتين الثالثة والرابعة كنا نتشارك في البحث عن حلول مقترحة لحل هذه المشكلة. أريد من كل تلميذ حل واحد. تفضلي يا لانا. سن قوانين وتشريعات تمنع الاحتكار. نعم أحسن. سن قوانين وتشريعات تمنع الاحتكار. تفضل يا عاصم. تقديم شكوى لدائرة التموين. تقديم شكوى. أحسن. عندما نشاهد مثل هذه المظاهر في الأسواق يجب أن لا نسكت عن هذا الموضوع، بل يجب أن نقوم بتقديم شكوى إلى الجهات المختصة حتى تقوم بمتابعة المخالفين. نعم يا غزل، تفضلي. عدم التلاعب بالأسعار. عدم التلاعب بالأسعار. يجب أن تكون هناك قوانين تضبط الأسعار حتى لا يتم التلاعب بها. نعم يا غزل. عدم الاحتكار. منع الاحتكار من خلال صنع قوانين تلاحق المخالفين. ما رأيكم بالسلوك الذي قام به هذا التاجر؟ هل هو سلوك صحيح أم سلوك خاطئ؟
تفضل يا هلا. سلوك خاطئ. إيه لماذا يا ترى؟ لماذا يعد هذا السلوك خاطئ؟ تفضل يا علي. لأنه قام بتخزين الزيت الزيت. بتخزين زيت الزيتون، وبالتالي سوف يضر بمصالح كثير من الناس. ممكن يؤدي ذلك كما أشرنا في الآثار الناجمة عن هذه المشكلة إلى ارتفاع الأسعار، فقدان زيت الزيتون في السوق، وأيضا فقدان بعض الصناعات التي تعتمد على زيت الزيتون. الآن ما هي صفات التاجر الذي يتحلى بالوطني بعد أن شاهدنا سلوك هذا التاجر المخادع الطمع؟ ما هي صفات التاجر الذي يتحلى بالوطني؟ التاجر، ما هي مواصفات التاجر الوطني؟ تفضل يا دعاء. الأمانة وعدم الغش. الأمانة، أحسنت، وعدم الغش. إجابة أخرى، إجابة أخرى، تفضل يا عاصم. عدم التلاعب بالمكاييل والأسعار. عدم التلاعب بالمكاييل، أحسن، والأسعار، تفضل يا علي. عدم تخبئة السلعة. عدم تخبئة السلعة واحتكارها، أحسن. إذا لدينا العديد من الصفات التي يجب أن يتحلى بها التاجر الوطني، وسوف أعرضها عليكم كما هو ظاهر في هذه الشاشة. صفات التاجر الوطني: الأمانة وعدم الغش، الابتعاد عن التلاعب بالأسعار، واحترام القوانين والتشريعات، وأيضا لا ننسى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. أليس كذلك؟ يجب أن لا يجب أن يضع التاجر الوطني مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. والآن رفاقي، أود أن أقول لكم في الختام أن التجارة مهنة عظيمة، وتعد من دعائم الاقتصاد السوري، كما أنها تقدم وتلبي الكثير من الاحتياجات والخدمات لدى كثير من المواطنين في سوريا. لذلك ويجب على كل من يزاول هذه المهنة أن يتحلى بالصدق والإخلاص والأمانة، وأن يضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الجميع، لكي يساهم في بناء مجتمع وطني وراقي ومتقدم. لقد سعدت جدا وسررت بلقائكم أعزائي التلاميذ. كنت معكم أنا المعلم جهاد الميخان برسيل النفيسة، على أمل أن ألتقي بكم في دروس قادمة. إلى اللقاء.